احنا جمعية إنصاف تأسست سنة 1999، ومن ذاك الوقت وهي كتكلف بالأمهات في وضعية صعبة، وبالأخص الأمهات العازبات والأطفال ديالهم. الجمعية هي مناضلات منذ سنوات كما قلت باش أن الحقوق ديال هاد الأمهات والأطفال ديالهم يكونوا يعيشوا بحال كأي أم وكأي طفل، لأن ما يبقاوش أنهم يتعرضوا للتعنيف، جميع أنواع التعنيف، جميع أنواع التهميش، وما يبقوش على المجتمع، لأن مني كتكون حمل ولا ولادة خارج إطار الزواج كيكون مشكل كبير، وكتعرض كما قلت للتهميش بزاف. الأم جمعية إنصاف كتناضل في هاد الشريحة باش أنها تأخذ حقوقها. كاين بزاف ديال القوانين اللي تبدلوا من هذه واحد تقريبا 15 عام حتى 10 سنين، تبدلوا بزاف بالنسبة للمدنوة الأسرة، وبالنسبة كذلك لليتا سيفيل، أحوال الحالة المدنية. وحنا هنا كان هذا اليوم الدراسي ديالنا كان بغيو نسلطوا الضوء على هذه الفئة، لأن في الجمعية ديالنا كان نستقبلوا يوميا حالات ديال الأمهات العازبات حاملات أو حملات أو مع الأطفال ديالهم، وهاد الظاهرة بقى غادا، وخصنا نديروا هاد الوقفة باش أننا نعرفوا كيفاش نقدروا نقدموا توصيات باش تكون لصالح هاد الأم. وكما عرفتوا أن جلالة الملك فتح نقاش في الخطاب ديالو ديال عيد العرش باش أنه تعاد نظر في مدونة الأحوال، مدونة الأحوال الأسرة، لأنها كاين مازال فيها ثغرات، وهاد إن شاء الله الاقتراحات اللي غادي نديرو غيكونوا حتى هما باش يعززوا المطالب ديال الجمعية مع الناس اللي بيان سور اللي حاضرين معها، مع الجمعية اللي حاضر معها، باش يعززوا المطالب ديال باش الحقوق ديال هاد الفئة ديال المجتمع والأطفال ديالهم تكون يعيشوا بطريقة أو بصفة ديزون بحالهم بحال أي واحد في المجتمع. مع الأسف هاد التسمية ديال الأم العازبة بالحد الساعة مازال ما لقيناش لها شي اسم آخر، لأن فعلا كاين فيه واحد شوية ديال التمييز، ألوغ كو هي سي أون فرونسي باسكو كنقولوا أون فام شاف دو فامي، دونك خص تكون بحال هكا باسكو حتى هي كتبغي تهتم بولدها، تخدم عليه، وتكون تعيش حتى هي بطريقة مزيانة واخا أن الأب ديالو تخلى عليه. وهذا الشيء علاش الجمعية عندها واحد الجانب مهم، ماشي غير التطير، ماشي غير لا بريز اون شارج ميديكال وجوريديك وهذا، ولكن كاين اوسي لا فورماسيون باش ممكن يكون هذاك التمكين الاقتصادي لهاد الامهات اللي يقدروا يعيشوا في بيئه سليمه بحالهم بحال اي اسره. نحن اليوم في ضيافه جمعيه انصاف اللي كتنظم واحد اليوم دراسي تحت عنوان الامهات العازبات بين الطموح لدوله الحق والقانون والاصلاح المنشود. كنعرفوا الجميع يعني ظاهره الامهات العازبات والاشكال اللي خلقتنا في المجتمع المغربي. هذه الظاهره لان كانت طابو لان حتى حد ما كيقدر يتحدث فيها، ولكن يعني بفضل يعني جهود لجمعيه المجتمع المدني ومجموعه ديال النضالات ان توصل لواحد التوافق اللي اصبح بالامكان ان هذه الظاهره يمكن الحديث عليها، وكانت واحد القفزه نوعيه في علاج الظاهره، لانه ماشي جميع الامهات العازبات يعني ممكن نضعهم في خانه واحده، لان كنلقاو امهات عازبات اللي هن ضحايا الاغتصاب، امهات عازبات لانها كتقول انها كانت يعني واحد الخطبه طبقا الماده 150 المدونه، ولكن هي ما تمكناتش من الاثبات او كان يغيب عنها وسائل الاثبات القانونيه اما لجهل بالقانون او عدم استطاعه يعني الوصول او الولوج للعداله. اذا كاين مجموعه ديال الاسباب، وما يمكنش لنا نصنفوا جميع الامهات العازبات على اساس انه هذا اتجاه او لا يعني كنا يمارسنا الفساد او اي شيء شكل من هذه الاشكال. كنعرفوا ان الامهات العازبات يعني يعيشنا الاقصاء، يعيشنا التهميش، كيكون مجموعه الاكثر من هذا وهو الاطفال، لان هاد الاطفال تيبقاو ضحايا. وكنعرفوا ان الحمد لله بلادنا يعني عرفت مجموعه من التشريعات ومن القوانين الدوليه اللي صادقات عليها، لان كنعرفوا دستور 2011 وامتيازات اللي جا بها، سمو المواثيق الدوليه على القوانين الوطنيه، وكنعرفوا القيمه اللي عطاها الدستور 2011 ولا حتى المدونه ديال الاسره للاطفال، وكنعرفوا يعني الجهود المبذوله في هذا الاطار يعني لتحقيق الحمايه الفضلى للطفل، لان هذا الطفل هذا اللي كيجي لهذا الوجود ما ذنبه، اذا هذا الطفل خاصو حق في الصحه، الحق في التعليم، الحق في التمدرس، الحق في الحياه امنه، الحق في الامن، الحق في السن. اذا هنا مجموعه ديال الامهات العازبات كيلقاو مجموعه ديال الاشكاليات، لانه يعني كتلقى واحد انها يعني تتكون يعني مستبعده لا من طرف العائله لا من طرف المجتمع، اذا الى اين ستتجه هذه الام العازبه؟ اذا بالنسبه لنا
حنا في هذا اليوم الدراسي سيتم تسليط الضوء على الوضعيه القانونيه، كذلك سيتم تسليط الضوء على مجموعه من الاطفال كيف يتم يعني تحسين وضعيتهم القانونيه، حقهم في حمل ديال الاسم وحقهم في التمدرس اللي كيبقى حق طبيعي والدستور كيكفلوا الجميع.